منشد الزيبان فكرة ولدت في لقاء عادي وانتشرت عبر الفيسبوك ليتلقفها هوات الإنشاد الذين تأهل منهم 10 إلى النهائي. فكرة منشد الزيبان هي فكرة ولدت مجموعة من الشباب، بدايتها كانت على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلقنا المبادرة أو طريقة المشاركة على موقع التواصل الاجتماعي، ومن 30 فيديو يتحصلنا عليهم راح نتحصلوا على 10 في النهائي. العشرة هذو راح يكون معهم واحد فقط هو لنال لقب منشد الزيبان. النهائي جرى في حضور لجنة تحكيم من منشدين وفنانين قيموا أداء المتنافسين وقدموا لهم ملاحظاتهم. البرنامج كل حال كان ناجح وفيه أصوات إن شاء الله تجبناها اليوم، وإن شاء الله بعض المناسبات أخرى إن شاء الله يكون كم لك. يا غافل نصيك طيع الوالدين، ضو عليك خدموا لك جنان. المناسبة سمحت للهواة بالظهور لأول مرة على الرقح، وهو ما يفتح لهم باب الاجتهاد للتألق. شاركت قبل يعني في مسابقات مثل هذه الأرواح الوطنية، تأهلت وفي الأخير يعني ما كاليفيتش المدرسة، وإن شاء الله منه جاي مسابقات أخرى. الطبعة الأولى لمنشد الزيبان فكرة تؤسس لطبعات قادمة قد تتجذر لتصبح تقليدا عبر السنين.